مساء الخير على جميع المشاهدين في حلقة جديدة من الحكاية مع شيماء. معايا النهاردة شخصيات جميلة، وحلقتي النهاردة مختلفة جدا. معايا النهاردة أمنية، اهلا أهلا بك وسهلا. يا أمنية. اهلا وسهلا معايا بحضرتك. النهاردة رحمة. اهلا وسهلا. إزاي قدرتوا تحققوا النجاح ده؟ تبدأ انتي. الحقيقة هي جت بالصدفة، يعني بدأنا لان احنا اوريدي ده شغل كليتنا، فبدأنا قبل الكلية بشوية وقلنا ان احنا يعني نبدأ بحاجة خفيفة وحاجة بسيطة، وكنا بنتعلم، يعني احنا مش موهبة، ده تعليم تبع الكلية برضو، واتعلمنا في كذا مكان بره واتعلمنا في الكلية لحد ما حاولنا نطور من نفسنا، يعني حاولنا ما نبقاش عاديين، حاولنا نطور من نفسنا شوية ونشتغل على نفسنا في الحاجة دي ونحاول نحقق نجاح أكبر فيها، يعني بدل ما نبقى في كذا حاجة لا حاول نركز في حاجة واحدة ونحقق أكبر نجاح فيها. وايه مجال دراستكم بقى؟ اكتب منزلي كلية تربية نوعية. شغلكم ما شاء الله معانا جميل. ميرسي، فورينا ربنا بقى، يخليكي. فرجينا، كلمينا بقى عن احكي. شغلكم انتي ورحمة. ده شنطة جلد بصي، ده معفيش. ده بالخيط. الله، دي جميلة اوي. لا فعلا حلو. دي دي صغنونة، حاجة ميني باج صغنونة جميلة. طالعة دي بقى ترند يتحط جدا فيها ايه الفترة ولا دي، حاجات يعني معينة؟ لا تشيل الموبايل روز الحاجات اللي هي حاجات البسيطة دي. صغننة بسيطة جدا. طب ودي بقى؟ ودي شنطة جلد مع خيش، لان الخيش طالع ترند جدا الفترة دي، فحبينا ان هي تبقى حاجة مختلفة وحاجة جديدة شوية وبس، تمام. وتقريبا يعني بتشيل كل حاجة يعني موجودة، وتبقى موجودة في كذا دولاب، وبتبقى بتليق على كذا حاجة معينة ومختلفة عن أي حاجة تانية. الخيش كلميني بقى أصلا عن بقية موضة من شغلك. السنة دي. هوريكي حاجة تاني، سوري. ده مكرمية، دي صغيرة وفي نفس الوقت بتشيل جدا، وهي من جوه برضو كبيرة نحط وحلوة فيها حاجات بتشيل. معينة ولا؟ لا بتشيل بصراحة، أنا لما بشيلها بتشيل معايا حاجات كتير والله، يعني ممكن أحط كويس، فيها الموبايل والمناديل ممكن اتفرج عليها. والسطح. لا حلو فعلا، مساحتها كبيرة. طيب كلميني بقى عن بقية شغلك يا أمنية. هو دي بوكسات، البوكسات دي بيبقى طقم كامل، بتبقى كذا حاجة، بتبقى يعني متحط فين بقى وموجودة فين؟ في التسريحة في أي حتة، لأن أغلبها بتبقى النيش حاجات الميك مثلا، اب. مثلا ممكن بس تحطيها على أغلبها بتبقى النيش. حاجة الميك اب، لأن بتبقى حاجات كتير وبتشيل يعني كتير، فبيبقى طقم بوكسات كده كامل وبس. ودي بقى شنط، دي بتبقى يعني كذا شكل وكذا لون، وبيبقى في عندي الشنط اللي هي مطبوعة، وبيبقى في شنط عندي بخشب مثلا مفرغ، وبيبقى في بتبقى كلها كليم زي الشنطة دي مثلا. زي دي دي كده. لا حلو، وفي فيش زينة حلو قوي. تانية، لا ودي جميلة. برضو دي حاجة لا ما شاء جميلة الله، صغننة. شغلكم جميل والله ما شاء الله. ميرسي، لا ربنا حاجات كلها حلوة. يخليكي. ممكن دي بس برضو او من جوه كبيرة مش صغيرة. بتاخد كل حاجة ولا حاجات معينة لا برضو؟ بتاخد حاجات كتير. بس لا شغلكم حلو ما شاء الله ما شاء الله. طب وريني بقى احنا على شغلنا الاول كان متوقف على الشنط بس، حاولنا ان احنا نكتر ونخلي الحاجات ازيد، فبدأنا بقى نعمل مثلا مشايات ونعمل سجاد كبير. طلع يا رحمة. طب المشاية بتاخد منك وقت قد ايه مثلا؟ لا لا بتاخد بتاخد وقت وقت بصراحة. محترم، بتاخد وقت جدا، 10 ايام مثلا مثلا، 20 يوم كده في الحدود دي، عشان تطلع بنفس النتيجة اللي احنا شايفينها دي. والله حلو ما شاء الله. وبرضه على عشر حسب ايام المقاس اللي انا كحد اقصى عايزاه، ولا؟ لا لا على حسب الحجم بتاعها. لو كبيرة شوية عندي مثلا، لا او مثلا هتاخد تاخد معايا وقت، مساحة كبيرة. تاخد معايا وقت وكمان متعبة في عمايلها. يعني تمام. ايه انواع الخامات بقى اللي بتستعملوها؟ الكليم، وفي في كليم وفي خيش وفي مكرمية، وفي وطبعا بنستخدم الجلد عشان ايه هي بيدي شكل المكرمية؟ احسن. معلش، ده المكرمية اللي هي الشنطة المكرمية دي مثلا، وده ده برضو مكرمية. حلو حلو. الشنطة بقى دي بتاخد وقت قد ايه؟ دي بتاخد بالظبط اسبوع، لا ما شاء الله. اسبوع وكل حاجة بالفنش بكل حاجة. كل حاجة. طيب بالنسبة بقى، ازاي بقى بتعتمدوا على الدعاية؟ على الدعاية، هو اول حاجة بالنسبة لنا احنا التسويق اهم حاجة، بيبقى عن الصور وبننزل على البيج اللي عندنا، لان احنا اوريدي عندنا بيج على الفيسبوك، فبنحاول ان احنا نكبرها شوية، وبتعتمد اكتر على اننا الصور بتاعت الحاجة تبقى شكلها مناسب تشد اللي قدامك،
عشان لما حد يجي يتفرج ما تبقاش حاجة عادية زي اللي بيشوفها عادي ويطنش ويدخل على اللي بعدها. لا، احنا عايزين تبقى حاجة مختلفة، حاجة سواء في تعيش التصوير. وحاجة ملفتة للنظر. بالظبط ايوه. طب كده، اسمه ايه بالظبط. البيتش بقى؟ دبدوبي هاند ميد. دبدوبي هاند ميد ده على الفيس ولا؟ على ايوه على الفيسبوك. الفيس. احنا صح. فحابين ان احنا يعني نعمل نكبرها ونعمل كذا حاجة فيها، يعني مش عايزين شغلنا يتوقف على الشنط بس او حاجة اللي هي البوكسات والحاجات دي بس، لا احنا بنكبر فيها. و غير بس بقى برضو المشايات بس بقى في والحاجات دي مشاية كلها، تانية في حاجة كتير، تانية؟ في حاجات كتير، في حاجات كتير جدا، يعني احنا احنا بنعمل حاجات كتير. وده بنشتغل غير ان اصلا احنا كليتنا عملية جدا، فاحنا شغل الكلية تقريبا اغلبه بيدخل على البيج. يعني يعتبر مجالكم. مجالنا لا انا جدا. فاكره ان بصي هي عارفه، شغل هوايه. اشغال فنيه هو هوايه وبرده شغل الكليه، يعني انا كنت من قبل الكليه اصلا بحب الحاجات دي، بحب شغل الهاند ميد بس ما كنتش متوسعه فيه قوي، كنت بعمل حاجات بسيطه كده. بعدين لما دخلت الكليه بقيت احبه اكتر وتوسعت فيه اكتر، اشتغلتي على وشغل نفسك اكتر واكتر. وبقيت اتعلم كمان من اليوتيوب وكده. ليكوا بقى قناه على اليوتيوب ولا لا لا هو بس لسه شويه، بيتش الخطوه الجايه ان شاء الله. على الفيسبوك؟ انتوا يعني اتعلمتوا الهاند ميد ازاي بقى؟ موهبه ولا في مجال درستكم؟ ما اكيد برضو في موهبه بنسبه مثلا 40% ايوه طبعا مثلا. الموهبه. بصي انا هي كأمنية ما كنتش بعرف امسك الابره حقيقي، ما كنتش بعرف امسك الابره نهائي. ماما قالت لي لا اتعلمي وكده كده ده هيبقى تبع دراستك فاتعلمي بره. كنت بروح مشغل بره، كنت بروحه تقريبا 3 4 مرات في الاسبوع لحد ما اتعلمت. وتقريبا اول شنطه عملتها هي اللي خدتها، هي اللي اشتريتها مني وعجبها الموضوع وبدات تيجي تتعلم معايا، وبدانا نتعلم من على اليوتيوب وناخد كورسات اكتر. وبعدين لما بدانا نشتغل في الكليه على الكروشيه بالذات، الدكتور يعني كانت مبسوطه مننا وكان يعني شغالين معاها كويس بعيدا عن ناس تانية كتير ما كانوش يعرفوا في الكروشيه كتير، فاحنا كنا شغالين معاها كويس على قد ما نقدر، فكانت مبسوطه مننا وحاولنا بقى ان احنا نكبر الموضوع ده. طب هل مجال الهاند ميد ده بتستفادوا منه ماديا يعني؟ مش بنستفاد ماديا، احنا طبيعي اي حد بيستفاد ماديا وبنشتغل عشان نستفاد ماديا، بس مش ده الهدف الرئيسي للحاجه دي. احنا بنعمل الحاجه دي مش عشان الفلوس، احنا بنعمل الحاجه دي واول عشان حاجه بصي بنعملها مبسوطين عن بيها. حب، يعني بالظبط. يعني انا لما بشتغل الهاند ميد بكون انا حابه الحاجه دي حتى لو مش هبيع الحاجه، بس المهم ان انا بعمل حاجه حلوه ليا وبتبقى ليا انا، حتى لو انا اللي هشيلها بس بتبقى حاجه حلوه، ببقى ماشيه لابساها كده حاجه جميله بالنسبه لي. يعني شيء طبيعي ان انا ان الخامات بتبقى غالية، فأكيد برضو عايزين ايوه عائد طبعا، مادي كويس. يعني الهاند ميد بيبقى غالي، اما بنشتري الخامات وتيجي تبيعيه ممكن حد يقول لك لا ده غالي فيبقى عايز يسترخص، ولا الحاجات دي سعرها غالية كده انتوا ازاي بتباعوها كده. بس هو أسعار الهاند ميد عامة بيبقى غالي، يعني أسعاركم ثابتة ولا على حسب بقى الشغل اللي خلص منكم يعني؟ طبعا على حسب حاجة، برضو يعني على لو حسب مثلا برضو خامات التكلفة. مكلفة هتفرق في السعر، طبعا خامات مثلا قليلة شوية هتفرق برضو في السعر. هل بيبقى عملتوا معرض قبل كده لشغلكم؟ لا لسه لا، بس عملنا معرض تبع الكلية في مرة خدنا فيه شغل كتير لينا برضو. ما شاء الله، هي حاجات كلها جميلة يعني ما شاء الله. ومثلا لو حد عايز يتعلم، متفكروش مثلا تدوا كورسات تعلموا حد، هي الخطوة الجاية، تتوسعوا شوية؟ احنا قلنا هنعمل كده بس لسه خطوة جاية، لان احنا لسه متخرجين السنة دي، احنا طازة يعني لسه ايوه متخرجين بالظبط. السنة دي فما لحقناش. فاحنا قلنا ان شاء الله ان شاء الله الخطوة الجاية هتبقى اول حاجة هنعمل مثلا شانل على اليوتيوب، وبعدين بعد كده نبدأ ندي كورسات بقى لو في لا هي حد تبقى حاجة يعني. كويسة اما تعملوا قناة على اليوتيوب، هتتعرفوا اكتر. وكنا او كمان بنفكر نعمل ورشة، طب ما فكرتوش بقى تطلعوا لايف على الجروب بتاعكم؟ لسه لا صعبة شوية دي. بصراحة ما فكرناش في حاجة زي كده. تعلموا البنات بقى شغل الهاند ميد لسه 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 لايف بس. لا لا لسه شوية على الموضوع ده، في يعني حد احنا تاني معاكوش؟ لما حد لا لا انا امي بس معانا احنا بعض اللي شايلين كل الصور حاجة. لشغلكم، كلمونا عنها. عبارة عن ايه بقى شغلكم؟ دي كانت شنطة خيش، الخيش كان طلع ترند جدا الفترة اللي فاتت،
فحبينا ان احنا نجود شويه فيه. نعم. فالشنطه دي مثلا حطيت لها الخرز من على الجنب، وحبيت ان هي ما تبقاش زي اي شنطه تانية. والشنطه اللي هي دي حبينا ان هي الايد بتاعتها تبقى باللولي عشان ما تبقاش برضو زي اي حاجه تانية على الايد. السعر متاح للجميع ولا على حسب الخامات؟ لا لا لا، بيبقى على حسب الخامات. وبرضو لما يعني بصي، احنا اغلب الحاجات بنبيعها لحد بيفهم في الهاند ميد، يعني ما فيش كتير بييجوا يتواصلوا معانا لان عارفين الحاجات دي اتعب فيها قد ايه واشتغلنا فيها قد ايه و يعني بيقدروا مجهودك قد ايه. بصراحه يعني ما فيش كتير بيقعدوا يجوا يتواصلوا بقى والكلام ده، لا حاجات حلوه. الناس تبقى جايه عارفه ان مقدره ان الشغل ده اتعب فيه واتعمل فيه مجهود قد ايه. فما بيتكلموش كتير تقريبا كده، الحاجه بسعرها خلاص هي بسعرها. بالظبط، ما بتبقاش فيها كلام كتير يعني. أوه. والشنطة دي بتبقى خشب وش وظهر، وبتبقى مطبوع. بيبقى في حاجات تانية بقى بتبقى مفرغة، يعني خشب بس مفرغ، وبيبقى معمول له بطانة كده. واكيد الشنط دي عملية 100% عملية جدا جدا. جدا يعني جدا دي تقريبا عملية اكتر من الجلد اصلا. لا، الجلد ممكن تاخد وقتها كده فترة وخلاص بالظبط، لكن دي عملية وبتتغسل وبترجع تاني احسن من الاول. يعني انا بغسلها بس بتتغسل عادي. بس تغسل على بارد بقى، على البارد مش على السخن. اهم حاجة ما تحطيهاش، ما تتحطش في غسالة مثلا عشان ما تبص. يعني كده على الايد يعني تتنقع كده يعني. تمام. ممكن بقى تكلميني على الصورة دي؟ الصورة دي الدكتورة عندي في الكلية بعد ما خلصت طلبت مني شنطة زي دي. بعد ما خلصت كل حاجة الدكتورة عندي طلبت شنطة زي دي، وحقيقي أنا كنت مبهورة. أنا مش مبهورة بالشنطة لأن أنا عملت كتير زيها، أنا مش مبهورة بالشنطة، أنا مبهورة إن أنا أعمل حاجة للدكتورة بتاعتي. فدي كانت بالنسبة لي نقلة تانية خالص، دي كانت حاجة كده ما توقعتهاش. حاجات تحفة. ممكن بقى تكلميني على التانية دي؟ دي شنطه وش خشب وظهر خشب ومعموله باللون ده، خيط كليم. خيط كليم، واليد بقى بتاعتها بتبقى على حسب انت عايزاها ايه. والشنطه دي لا، حاجات جميله ما شاء الله. الشنطه دي برده خيش، بس حابين بقى ان هي برده ما تبقاش حاجه فاضيه او حاجه عاديه، نغير فيها برده يعني. نزود فيها، بنزود فيها بقى خرز، بنزود فيها بقى اشكال تانية كده يعني. والخيش كمان بيحب اللي يغير في شكله شويه بس مش قوي يعني. والشكل ده عباره عن ايه؟ دي بوكسات، هما طقم بوكسات كده مع بعضه، حاجه زي ده كده، بس ده من تحت القاعده بتاعته خشب. برضو بيتحط بيهم 3 بوكسات مقاسات مختلفه، بيتحط في التسريحه او على التسريحه، او ممكن يتحط في كذا مكان يعني. في النيش مثلا، على البوفيه، فين تاني؟ او ممكن على البوفيه، ممكن يتحط فيه فوط مثلا صغننه، بتبقى شكلها حلو برضو للنونو. تمام. طب كلميني بقى عن ده عباره عن ايه بقى؟ هو برضه ده طقم البوكسات، انا كنت عاملاه للعروسه اصلا. لا ما شاء الله، كانت واحده طالبه هديه العروسه مني. لا والله حاجتك حلوه. طب ودي كمان؟ دي شنطه، هي دي الشنط المفرغه اللي قلت لحضرتك عليها. هي دي بتبقى برضه وش خشب، ولو حد عايز ظهر خشب تمام، لو عاوزها كليم كلها عادي ما تبقاش فارقه، وحتى ما بيبقاش في اختلاف في السعر كبير. وبس. وبتشيل مقاس 20 سنتي، فبتشيل معانا كتير. يعني انا عن نفسي، انا لان انا اول حاجه جربتها على نفسي، يعني اول ما اتكلمت بدات ان انا اجرب الحاجه على نفسي الاول، اشوف طب انا هقدر اشيل حاجه زي دي، انا ماشي هقدر اشيلها، هل هتستوعب الحاجات بتاعتي كلها؟ يعني انا هشيل يعني فيها اي حد يخرج مش هيبقى على قد الموبايل. مش هفكر انا مش هفكر احط في دي بس الموبايل، لا طبعا ما ينفعش. فعشان اجيب شنطه عشان احط فيها الموبايل بس. فلا يعني حبينا ان هي تبقى عمليه اكتر، ف خلينا حجم مناسب وشكل انسب عشان تليق مع كذا حاجه. ده كويس. طب كلمينا على هناك ده اللي هناك دي، اللي هي الشنطه دي. الشنطه دي برده اللون الاحمر لون جريء تمام، فمفيش اي حد بيمسك اللون الاحمر كتير. فلا الشنطه دي انا من الحاجات اللي بحبها جدا، وتعبت فيها يعني. لا ما شاء الله، لا حلو. وكمان مختلفه مربعه. بالنسبه بقى على دخلة السنه الجديده بقى، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه. حضرتك طيبه. في بقى حاجه جديده اكيد، في كولكشن جديد السنه ولا؟ اكيد في كولكشن جديد نازل الفتره الجايه ان شاء الله. موديلات يعني؟ موديلات وحاجات جديده كتير ان شاء الله. متشابهه مع الاشكال دي ولا لا؟ حاجات جديده بقى، حاجات جديده يعني، داخلين سنه جديده فلازم بقى نعمل حاجات جديده اكتر يعني. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. ايه الحلم بقى اللي نفسكم يتحقق؟ اننا نكبر اكتر في شغل الهاند ميد. بس كده يعني دي حاجه مثلا اننا نبقى انجح ناس في الشغل ده.
اننا النجاح والتوفيق، نسعى على قد ما نقدر اننا نبقى ناجحين بكل الطرق عشان نبقى حاجه كبيره، نبقى حاجه احنا مبسوطين بيها بعد كده. يعني لما تيجي بعد كده مع العمر لما يبقى عندنا مثلا 30 40 سنه نبقى مبسوطين باللي احنا وصلنا له. التوجهات بقى اللي الناس عايزه تخش في المجال ده، مجال هاند ميد، انا هنصحهم ان هم يخشوا جدا جدا جدا، لان هو حاجه بسيطه وحاجه جميله وحاجه يعني هي متعبه شويه، بس انت بتشوفي نتيجه تعبك لما مثلا تقابلي حد في الشارع بره وتلاقيه لابس حاجه من شغلك، دي في حد ذاتها بتنسيكي التعب، بتنسيكي المجهود اللي انت بذلتيه، حتى لا بتنسيكي حاجات كتير. كفايه ان انت تشوفي حد لابس حاجه من شغلك وتقولي انا اللي عملتها، وناس تشاور عليكي تقول هي دي اللي عملت الشنطه دي. لان كتير ما بيبقوش مصدقين، مثلا لما اكلم حد يقول انا بعمل شنطه، ايه بتعملي شنطه؟ يعني ايه بتعملي شنطه؟ فلا مش كتير يفهموا فيها قوي. كمان لما حد بيدخل يكلمنا ويقول لنا الشنطه كانت جميله ما شاء الله، لما خدتها طلعت تحفه وعجبت صحابي وعجبت اللي شافوها، بيبقى مبسوطه قوي لما حد تقريبا ده بيبقى كده. احسن في راي الناس طبعا بتخليكم تكملوا، بيديكم دفعه بالظبط والله. فايه بقى الرساله تحبوا توجهوها بقى للهاند ميد والناس اللي بتحب الحاجات دي كلها؟ لا يعني ده فن لازم يتقدر، ما ترموش تعبكم، الناس اللي بتشتغل يعني ما ترموش تعبكم، ده فن لازم كل واحد يقدر تعبه ويقدر فنه ويقدر ان هو بيعمل مش حاجه بسيطه، احنا مش بنعمل حاجه بسيطه، احنا بنعمل فن، ده اسمه فن، مش مجرد شغل، مش مجرد شنطه بتلبسيها، لا دي حاجه اتعب فيها، اتعمل فيها مجهود، نزلنا جبنا خامات، نزلنا عملناها، اشتغلنا فيها، لا مش حاجه سهله يعني. فلا احب اقول للناس تقدر قيمه الهاند ميد شويه، والناس بقى لو ما بتشتغلش لا اشتغلوا بجد، حاجه ممتعه جدا وبيسلي يعني، حتى انت قاعده فاضيه فهتعملي ايه؟ فسلي نفسك. انتهت فكرتنا، وشرف ليا ان انتوا معايا النهارده. ميرسي لحضرتك، بجد سعيده قوي في الشخصيات الجميله اللي معايا النهارده والحاجات الجميله دي. وان شاء الله باذن الله السنه الجديده تكونوا احسن باذن الله، وباذن الله في الحلقات القادمه تكونوا معايا ان شاء الله. فاصل وهنرجع لكم تاني.